تقول: في بلادنا نعاني من غلاء المهور بصورة مبالغ فيها، مما يدفعنا إلى أن نأخذ السلفة من البنوك الربوية لتسديد تكاليف الزواج، فما حكم ذلك؟ هذا لا يجوز، الربا لا يجوز أخذه لا للزواج ولا لغيره، لأنه سحت حرام. تقول الله: وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. انتظر حتى يسر الله لك الزواج، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله فانتظر حتى يسر الله لك، ولا ترابي علشان الزواج، لا حرام.